الفيديو الأكثر مشاهدة، عايز حضرتك تشوف الفيديو الأكثر مشاهدة من قرية غمازة الكبرى في مركز الصف محافظة الجيزة. يا له من فيديو أكثر انتشارا، يا له من فيديو هتكلم عنه، ولكن شوفوا الفيديو الأكثر انتشارا هو ده. نشوف. ده اللي قدام حضراتكم قرية غمازة الكبرى في مركز الصف في الجيزة، مشهد ولا أروع. اللي قدام حضراتكم القرية، الآلاف اللي حضراتكم شايفينهم، مين دول حضراتكم؟ 481 من حفظة القرآن الكريم، دول اللي حفظوا كتاب ربنا، دول اللي حفظت القرآن الكريم، دول اللي قدام حضراتكم بيتم تكريمهم في هذا المهرجان الكبير وهذه الاحتفالية الرائعة. آلاف القرية، ولاد القرية، بنات القرية، شباب القرية اللي قدام حضراتكم حفظت القرآن الكريم، هذه هي احتفالية، احتفالية رائعة. دول اللي يستحقوا الترند والتلاتة والأربعة والسبعة والعشرة، ويستحقوا الناس تتكلم، ويستحقوا الإعلام يتكلم، ويستحقوا مواقع التواصل تتكلم، ويستحقوا دعم كبير ليهم. هم دول يستحقوا يا جماعة، مش الحاجات الصغيرة والتفاهات وبعض التفاهات والحاجات الغريبة العجيبة اللي احنا عمالين نسمع عنها. دول يستحقوا ان احنا نقف كلنا تحية ليهم، والله انا بقول كده، نقف تحية لهؤلاء الشباب، شباب قرية الغمازة الكبرى في مركز الصف في الجيزة. شايفين الولاد؟ ربنا يحميهم يا رب. وانا بشكر كل الرجالة وكل شباب قرية غمازة في الصف والقائمين على هذه الاحتفالية ومحافظة الجيزة مع وزارة. شايفين؟ الله أكبر. اقف هنا يوسف لو سمحت. الله أكبر، الله أكبر على الاحتفالية دي، الله أكبر. تكريم لشباب وبنات القرية حفظ القرآن وعملوا لهم هذه الاحتفالية. بصوا حضراتكم التنظيم، خدوا تقريبا الملعب ولا مركز الشباب وعملوا فيه الاحتفالية الرائعة. ده اللي يستاهل حضراتكم تقفوا كده تحييهم، ده اللي يستاهل حضراتكم تكتبوا عنهم وتتكلموا عنهم. دول يا جماعة اللي يستحقوا إن احنا ندعمهم، دول دول الإعلام يتكلم عنهم ليل ونهار، دول السوشيال ميديا تتكلم عنهم ليل ونهار، مش الحاجات اللي مش عارف إيه وإيه. ليه بنوصل لهذه المرحلة؟ دول اللي نقف نقول لهم شكرا ليكم، ندعمهم، دول الناس تقول لهم متشكرين، هم دول القدوة، هم دول القدوة. دول الإعلام يفضل ليل ونهار يقول لهم شكرا، شكرا يا أهل الصف، يا أهل غمازة، شكرا ليكو، شكرا لولادكو. انا بحييكم من هنا والله على الهواء لكل واحد. هو ده، هو ده اللي، هو ده اللي باقي، هو ده اللي باقي. ولاد، بنات، ولاد، شباب وفتيات حفظوا القرآن الكريم، عملوا لهم هذه الاحتفالية الرائعة. يا لها من اعظم احتفالية واعظم احتفال واكبر احتفال وتجمع هايل. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، كلنا بنحييكم، كلنا بنحييكم، بنسقف لكم اهو على الهواء والله، لكل واحد فيكم بحييكم وبسقف لكم، لكل واحد فيكم متشكرين. ايوه، انتوا بقى، انتوا بقى الرساله بتاعتكم. شوف اعمارهم قد ايه حضرتك،
شايف الاعداد قد ايه؟ 481 واحد وواحده، ولد وبنت، ما شاء الله. ربنا يزيد ويبارك ويكرم يا رب، ويبارك فيكم ويكرمكم، والله بجد تستحقوا التكريم كمان. يعني اتمنى مع الاوقاف سيد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، ايضا الازهر الشريف فضيله الامام الدكتور احمد طيب، لو سمحتوا انا بناشدكم كمان، ادعموا الناس دول، كرموا الناس دول، حيوا اهل القريه، حيوهم واشكروهم كمان. لما نلاقي هذه الاعداد بهذه الاحتفالات، احنا كمان يا جماعه عندنا، عندنا بلد، بلد القران، بلد الازهر الشريف مصر. احنا بلد القران وبلد الازهر الشريف مصر. لازم تقدم الناس زيك، ولازم تقدم هذه النماذج الرائعه، دي النماذج اللي بتعبر عن اهل مصر، وعن ولاد مصر، وعن شباب مصر، دي النماذج الايجابيه، مش الحاجات السلبيه اللي بعض الناس يقعدوا يتكلموا وليل ونهار. ليه؟ عندنا الايجابيات اهي، عندنا ده النموذج اللي نصدره للعالم، ده النموذج اللي نصدره اللي بيعبر عن مصر والقدوه من هنا. شايفين الجمال؟ شايفين الرجالة؟ شايفين الشباب؟ أهل القرية على فكرة، أهل القرية والقرى المجاورة كله هذه الاحتفالية. عايزين أحسن من كده إيه؟ هو ده، ده اللي احنا نقدمه للناس ونقول أيوة دول شباب مصر. شكرا ليكم، شكرا ليكم، شكرا لكل واحد في هذه القرية، وشكرا لكل واحد شارك في هذا التكريم، شكرا ليكم تاني. هو دي النماذج الإيجابية.